العمومية المتعلقة بظاهرة تشغيل الأطفال في سن التمدرس. فمن أجل ذلك سأقدم بداية السياق ثم إشكالية الأساسية للبحث، بعدها فرضية البحث ثم مناهج البحث قبل أن أقدم نتائج هذا البحث وخلاصته الأساسية وفي الأخير التوصيات. فبالنسبة للسياق كما تعلمون أن الشغال مؤسسة الفقه التطواني على ظاهرة استغلال الأطفال في سن التمدرس يأتي في سياق تعريف فيه المملكة المغربية ارتفاع في عدد المنقطعين عن الدراسة في جميع الأسلاك، إذ يصل الرقم إلى تقريبا 331 ألف تلميذة وتلميذ سنويا الذين انقطعوا عن الدراسة، وهذا حسب تصريح السيد وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، دون إغفال الوضعية غير مستقرة التي يعيشها قطاع التربية والتكوين من خلال احتجاجات أطر القطاع التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة. غير النافع اللي كتلاحظ فيه أنه بالنسبة لك الهدرات الأستاذ اللي هدروا على تيسير يحول الأسر، فبالفعل لأن الأسر محتاجة للخبز، فهذا من الظواهر اللي كيمكن أنه تكون هي الأنجع. ثانيا هضرنا على المجتمع المدني، المجتمع المدني فين كتكمن فعاليته؟ أنا كنشوف 70 مليون شي جمعية، واش بالفعل هذه الجمعية فعالة في أداء المهام؟ لأن ليس المطلوب إقامة عروض ولا مسرحيات كما قال الأستاذ مع احتراماتي ولا أي شيء من هذا القبيل. المشكل هو النزول التوعية، أولا من ناحية المجتمع المدني كدور مكمل لجهاز الدولة، وثانيا أن الدولة تنهج سياسات اللي بالفعل تفك العزلة عن العالم القروي. ثلاثة العناصر الأساسية ما كانش في الدولة ما كايناش، البنية التحتية الطرقية ولوازمها، المدرسة والصحة مجانية. بدون هذه الثلاثية والتلازم الثلاثية كنكونوا نمارس ما يسمى منطق اللغة، وفي نهاية المطاف كما كيقول واحد الفنان افون دو كونستروي لا فراز إل فو كونستروي لي زيكول. وشكرا. انتمات مؤسسة الفقه التطواني واحد الندوة اخترت لها واحد العنوان عنده واحد الرمزية، هو محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال مسؤولية الجميع. وحينما أقول مسؤولية الجميع فأنا مؤمن بأن لكل مواطن ومواطنة واحد الرسالة سيؤديها، وبطبيعة الحال من جملة هذه الرسائل الكبرى هي موضوع الطفولة في بلادنا. فوق 8 أو 10 مليون ديال الأطفال دي في بلادنا اللي في هاد السن ما بين 6 سنين حتى 17 حتى 18 سنة، ملي كنقولوا حتى 17 سنة راه باقيين أطفال، اللي كيطلعوا للسن ديال الشباب أبقى يعني بانطلاقا من 18 سنة. إذن هاد الثروة المادية أو البشرية ديال الأطفال إذا لم تؤطر وإذا لم تعطى لها العناية الكافية في يعني في تتبعها وفي نصحها وفي تأطيرها وفي مساعدتها كنراهنوا على مستقبل وطننا. إذن وكنقول مسؤولية الجميع لأن المشاكل كبيرة. حينما نقارب موضوع ديال الهدر المدرسي وموضوع تشغيل الأطفال نواجه واحد البحر متلاطم من المشاكل، كنهضروا على الهشاشة، نهضروا على الفقر، نهضروا على الصراع ما بين الأسرة، الزوج والزوجة كيكونوا ضحايا ديالهم والأطفال، كنهضروا على البعد، كنهضروا على المشاكل المختلفة، كنهضروا على العقليات. كاين دابا باقي الأب اللي تيوصل وهذا الشيء عشناه، اللي كتوصل البنت لواحد السن تيقول لك ما عندي غرض لا القراية لا والو، خصها تمشي تجوج، خصو يجوجها. إذن كاينة مشاكل، وهاد المشاكل يمكن لها تحل بواحد الطرق بيداغوجية وبإيمان برسالة. الرسالة اللي كتأمن بها مؤسسة الفقه التطواني ماشي احنا بوحدنا، هذه رسالة كيأمنوا بها الناس الغيورين على هذا الوطن. مي خرجنا للميدان اكتشفنا على أنه كاين بعض الأمور اللي نقدروا نحلوا، حلينا عدد المشاكل، وقفنا مع رجال التعليم، جلسنا مع الآباء والأولياء ديال التلاميذ، وتقاسمنا هذه الهموم، وكل واحد قدم واحد المجهود من جهته، واستطعنا أننا نحققوا واحد النتائج معينة. وكنقول على أن النتائج اللي حققنا غير كافية بطبيعة الحال، محتاجة لواحد المشروع وطني كبير، محتاجة لمجهود ديال الحكومة، مجهود الأحزاب، مجهود ديال المنتخبين المحليين، المسؤولين القطاعيين في مختلف الوزارات، المجتمع المدني، المواطن والمواطنة بشكل مجرد. عن كل هذه المسؤوليات كنا محتاجة
هاد الظاهرة احتاجنا كاملين. إذا مؤسسة راه واخدة في هذا المشروع، خدات فيه واحد يعني واحد المسار ديال 7 شهور أو 8 شهور ديال العمل، وستواصل هذا العمل بإيمان قوي على أساس أننا نقدروا نتغلبوا على الصعاب إذا تضافرت الجهود ديال الجميع. مصطفى المناصفي أستاذ باحث في جامعة مولاي إسماعيل والمشرف على الدراسة. اليوم تم تقديم دراسة أو نتائج نهائية لدراسة أنجزتها مؤسسة الفقه التطواني بشراكة مع الوزارة المانحة. كان الهدف هو تقديم يعني الدراسة والسؤال الإشكالي الذي قامت بمعالجته والمتمثل في كيفية القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال في سن التمدرس. فهذه الدراسة يعني تم من خلالها تبني مجموعة من المناهج دي العلوم الاجتماعية، وهذا يعكس انفتاح مؤسسة الفقه التطواني على الجامعة من خلال يعني هذا البحث الذي يختلف إلى حد ما عن البحث الكلاسيكي، فهو بحث إجرائي يهدف إلى تجويد السياسات العمومية المتعلقة بمحاربة ظاهرتي تشغيل الأطفال في سن التمدرس والهدر المدرسي. في نهاية هذه الدراسة تم بلورة مجموعة من التوصيات الهادفة إلى الحد أو القضاء إلى حد ما عن ظاهرة تشغيل الأطفال وأيضا الهدر المدرسي. أبرز هذه التوصيات تتمثل في الحاجة الماسة إلى تبني مقاربة مختلطة تجمع بين الزجر والتحسيس، بمعنى هناك حاجة إلى تحسيس الأسر وأيضا أرباب المقاولات والورشات الفلاحية والصناعية، وفي الوقت نفسه تطبيق القانون على المخالفين لهذا الأخير. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.